اليوم حضرت لكم وصفات طبيعية للوجه، كل واحدة تختار حسب نوع بشرتها، منها من هي تعتبر ليفتينغ طبيعي للوجه وتزيل التصبغات إذا داومت عليها، تعطي شد للبشرة وترهلات الوجه، وبإمكانكم أيضا استعمالها على الرقبة، تزيل الإحمرار من الوجه، الخطوط الرقيقة، التجاعيد، الخطوط التعبيرية. هي ثلاث وصفات تعطيك تفتيح إذا تعانين من الاسمرار الناتج عن الإهمال وأيضا الناتج عن التعرض الكثير لأشعة الشمس. أولا عندنا الشبة، حجرة الشب، احنا في الجزائر نسموها حجرة الشب، في الدول العربية اسمها الشبة، تباع صخرة هكذا بيضاء كريستالية الشكل واللون، واشتريها هكذا واطحنيها أو اشتريها جاهزة مطحونة، هي باودر، أو اشتريها واطحنيها، تطحن بسهولة في الهاون يعني المهراس احنا نسميه في الجزائر. الشبة تنظف البشرة، تخلصها من الخلايا الميتة، تزيل الأوساخ العالقة من الوجه. الشبة مفيدة لغلق المسام، تشد الوجه، هي غنية بالفيتامينات وتزيل التجاعيد أيضا والدهون من الوجه، تفتح اللون وترطب البشرة. المكون الثاني هو الحليب الباودر. الحليب الباودر يعني احنا في الجزائر احسن ماركة يعني رائعة للبشرة هي ماركة لويا، في الدول العربية عندكم مثلا نيدو او اي نوع ماركة لحليب مجفف تستعملوها، ممتاز في الترطيب وإزالة التصبغات والتجاعيد المستقبلية، الخطوط الرقيقة، تفتيح اللون، يزيل الجفاف من البشرة الجافة، يغذيها، يعطيها دعم وحماية، صديق للبشرة الحساسة والعادية، وحتى صاحبة البشرة الدهنية بإمكانها استعمالها خصوصا إذا كانت الماركة جيدة. عندنا الموز، الموز يعتبر بوتوكس طبيعي، يشد الوجه، يزيل التجاعيد، يفتح اللون، دومي عليه، هو صديق للبشرة المجهدة التي تعاني من المشاكل خصوصا لو كانت ناضجة، يعني ناضجة جدا قريبة على التعفن، هذا هو البوتوكس الطبيعي، يملأ الفراغات، يملأ هذه الخطوط الرقيقة عن تعابير الضحك، تعابير يعني لغيماس احنا نسميها في الجزائر. ونضيف أيضا قطرات من ماء الورد، اختاري نوعية جيدة، نترك لكم رابط كيفية صنع ماء الورد طبيعي في البيت، أو أيضا أنواع ماء الورد اللي نستعملها وهي رائعة للبشرة، ولكن الاختيار. اهرسي الموز أولا حتى تحصلي على كريمة. ونضيف القليل من الشبة وأيضا من الحليب المجفف. أمزجي المكونات كلها واجمعيها بالقليل من ماء الورد وليس الكثير. ونحتاج إلى كلينكس هكذا أو مناديل ورقية على بشرة نظيفة مبللة بماء دافي تكون تفتحت المسام جيدا. طبقي هذا الماسك على الوجه كامل وعلى الرقبة، ضعي فوقه كلينكس واسترخي، اغمضي عيونك واتركيه لمدة نصف ساعة كاملة، وبعد النصف ساعة ازيليه بلطف ومرري قطنة مبللة بماء دافي، اعملي مساج خفيف للوجه واغسل الوجه بماء دافي وكرر العملية بماء بارد ورش ماء الورد او مغلى ماء البابونج او ماء الارز او اي نوع تونر متواجد عندك او الحليب والعسل، مرريه بقطنة على الوجه وازيله بعد 10 دقائق بماء بارد. استعمل بعد التونر السيروم، السيروم الخاص بك او سيروم طبيعي استعمليه في البيت، نترك لكم رابط السيروم في صندوق الوصف، وبعد ذلك بعشر دقائق رطبي البشرة ونامي، تتجدد خلايا البشرة في أثناء النوم، النتيجة تكون خيال في الصباح. جربوا هذه الطريقة أخواتي وأنا متأكدة أنكم راح تفرحوا بالنتائج. ضعوا الماسك هذا في علبة، خبوه في الثلاجة يوم إيه ويوم لا استعملوه، طبعا صالح للاستعمال لمدة أسبوع، وبعد ذلك اصنعوا كمية جديدة. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية.
نفس الشيء عندنا حبة موز، وهي حبة ذا لو تكون ناضجة جدا وقربت على التعفن. هذه مادة التعفن المتواجدة فيها هي البوتوكس الطبيعي الذي تحتاجه البشرة، يعني الموز صديق للبشرات. جربوا استعملوه، تحسوا بالشباب في الوجه، تحسوا بالبشرة متألقة ناضرة جميلة، يعني تعطيكم نتيجة رائعة إذا داومت عليها الوصفة هذه. طبعا أنا وصفاتي موسوعة وكل واحدة تستعمل حسب المتواجد عندها. نهرس الموزة جيدا ونضيف لها الحليب المجفف نيدو لويا أو أي ماركة جيدة للحليب المجفف، لأنه يبيض البشرة يعطيك اللون الذي تحتاجه البشرة، تركيبة رائعة. ونضيف القليل من الحليب، الحليب غني باللاكتيك أسيد، غني بالمكونات التي تعطي الترطيب والتفتيح للبشرة. نضيف أيضا العسل، العسل مضاد للبكتيريا، ينقي الوجه، يصفيه، يغذي البشرة الجافة ويعطيها الترطيب المطلوب، يغذي البشرة الدهنية، يزيل السموم والدهون منها، يعني أينما استعملته يفيدك. وأيضا لازم له مادة يتفاعل معها، لا تضعيه وحده على الوجه، خطير على البشرة إذا استعملتيه على الوجه لأنه قوي وينقي. نجمع المكونات بالزبادي الطبيعي، الروب الطبيعي، الياغورت الطبيعي، كل بلد كيف يسميه. طبقي هذا الماسك على بشرة نظيفة مبللة بماء دافي، طبعا تكون تفتحت المسام، طبقيه على الوجه وعلى الرقبة، غطيه بكلينكس إذا أردتي، اتركيه لمدة 20 دقيقة حتى 25 دقيقة، وبعدها أزيليه بقطنة مبللة بماء دافي، واغسلي الوجه بماء دافي، وكرري العملية بماء بارد، ورشي ماء الورد، رشي التونر، ضروري من نقطة التونر، التونر يغذي الوجه، يسقل الوجه، يجعله نظر متألق جميل. وبعدها قومي بالترطيب إذا كنت يعني استعملتي الماسك في النهار، أما ويحبذا لو كنت تستعمليه في المساء بعد يعني مسألة التونر. ضعي السيروم، وبعد السيروم انتظري قليلا وضعي المرطب الليلي. الروتين هذا يعطيك نتيجة ممتازة، كل مكوناته غنية غنية بالفيتامينات التي تحفز تكوين مادة الكولاجين في البشرة، يعطيك الشد ويعطيك الترطيب، يجعل البشرة تتغير وتتبدل 180 درجة. رائع هذا الماسك، دومي عليه يوم إيه ويوم لا أو 3 مرات في الأسبوع. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية، هي صديقة للبشرة الحساسة، لها نصيب في هذا الفيديو. عندنا الشوفان، الخرطال، رقائق الشوفان، كل بلد كيف يسميه، يعني يباع رقائق، اشتريه واطحنه أو اشتريه جاهز مطحون. نضيف أيضا ملعقة من بودرة اللوز، مسحوق اللوز، اشتري حبوب، قومي بتقشيره واطحنه أو اشتريه جاهز مطحون. نضيف العسل أيضا، واجمعي المكونات بالقليل من الحليب. الماسك هذا طبقيه مرتين حتى 3 في الأسبوع، هذا بالنسبة لصاحبة البشرة الحساسة، أما صاحبة البشرة الدهنية إذا طبقته يوم إيه ويوم لا، البشرة الجافة أيضا إذا طبقته رائع لها. هذا صديق لكل أنواع البشرات، اتركيه في الثلاجة لأسبوع في علبة واستعمليه، صالح للاستعمال، وبعدها اصنعي كمية جديدة وداومي عليه. العناية والمداومة تعطيك نتيجة رائعة، ثقوا بأخواتي. قومي برش التونر الخاص بك، مثلا ماء البابونج، مغلى ماء زهرة اليانسو، نجمة الأرض، أو أي تونر خاص بالبشرة الحساسة أو تونر خاص بنوع بشرتك، ورطبي بعد ذلك بكريمك المرطب العادي. اهتموا ببشرتكم أخواتي، من الغذاء الصحي النوم الكافي، اختيار الغسول المناسب لها، استعملوا لها التقشير، استعملوا لها أيضا الترطيب قبل النوم، استعملوا لها الماسكات المناسبة لها، تناولوا الغذاء الصحي، أكثروا من تناول الخضروات، الفواكه، اشربوا لترين حتى لترين ونصف يوميا من الماء، والله النتيجة خيال. أزيلوا المكياج قبل النوم، أزيلوه، استعملوا غسول رائع للوجه يكون مناسب لنوع بشرتكم، استعملوا التونر بعد ذلك، وبعد استعملوا السيروم، وبعد استعملوا الترطيب، لازم الترطيب، وتجعل البشرة جميلة حتى ولو بدون مكياج. ونقطة واقي الشمس ضروري من استعمالها قبل الخروج. أنا أعطيكم نصائح من ذهب، وأتمنى أن تكون كل امرأة جميلة، لأن الجمال سر سعادة الأنثى.
شكرا بزاف بزاف، وإلى اللقاء. سلام.